على كل حال المزيد من المتابعة عبر سكايب ينضم إلينا من الكويت الأستاذ محمد كمال الكاتب الصحفي. أستاذ محمد أهلا بك. أهلا بك. الحقيقة يعني زيارة مهمة في وقت في غاية الأهمية، البعض يتحدث أنه وقت حساس للغاية، كيف ترى أبعاد هذه الزيارة، كيف تقيمها أستاذ محمد؟ بكل تأكيد زيارة السيد الرئيس إلى دولة الكويت اليوم تأتي في مرحلة مهمة بالنسبة للمنطقة العربية والشرق الأوسط بصفة عامة، هناك بعض الملفات المهمة الذي يجب أن يتم البحث فيها من خلال التشاور والتنسيق الدائم بين مصر والكويت. هذه الزيارة تأتي في تضم بعض المشكلات التي تعاني منها المنطقة العربية، فضلا عن النواحي الأخرى الاقتصادية التي تهم الجانب المصري مع دولة الكويت. هناك استثمارات كويتية في مصر تحتاج إلى زيادتها، فضلا عن بعض المشكلات التي يواجهها بعض رجال الأعمال في الكويت. هناك أيضا بعض الأمور التي يتم بحثها خلال هذه الزيارة، سواء على الصعيد المحلي أو الصعيد العربي. الملفات المهمة التي يتم البحث فيها أو التي يتم التشاور فيها، طبعا هناك القضايا مثل القضية الفلسطينية، هناك بعض القضايا مثل لم الشمل العربي الذي يبحث عنه دائما الرئيس عبد الفتاح السيسي مع القضاء العرب. هذه الزيارة أيضا تأتي في وقت مهم جدا وحساس للغاية، هناك بعض المشاكل وبعض التحديات التي تواجهها المنطقة العربية تستدعي تماما التكاتف والمساندة. وربما هذه نقطة مهمة للغاية أستاذ محمد، يعني تعلم أن بسبب بعض الأزمات الإقليمية، يعني نتحدث الآن عن أزمة أوكرانية روسية وما شابه، والبعض يتحدث أن سيكون لها تأثير على العالم كله سواء كانت المنطقة العربية أو الإقليمية والدولية. إلى أي مدى في هذا الوقت تحتاج المنطقة العربية للتكاتف، توطيد أواصر التعاون حتى تتلافى أي أثار سلبية لهذه الأزمة؟ بكل تأكيد هذه الأزمة التي تمر بها روسيا وأوكرانيا حاليا ستؤثر على العالم وليس على المنطقة فقط، ولكن هذه الأزمة قد تؤثر بصورة مباشرة على بعض البلدان العربية التي تعتمد اعتمادا كليا على بعض الواردات التي تأتي من هذه المنطقة، خاصة القمح. هناك مصر، هناك سوريا، هناك بعض البلدان العربية الأخرى التي تعتمد اعتمادا كبيرا على استيراد هذا المنتج أو هذا الإنتاج من القمح، فضلا عن بعض الواردات الأخرى التي تحتاجها المنطقة من روسيا ومن أوكرانيا ومن الإقليم كله. كل هذه الأمور بكل تأكيد ستؤثر تأثيرا غير مباشرا على المنطقة العربية، ولكن إذا زادت الأزمة ستؤثر تأثيرا كبيرا على هذه المنطقة. ولكن وكأن العلاقات العربية يعني تزداد أواصرها في التعاون أستاذ محمد، يعني بعض المعلومات تقول أن سيكون هناك أيضا زيارة للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى الكويت أيضا اليوم، ويبدو أن هناك يعني تبادل لوجهات النظر أو الرؤى أو توطيد أواصر التعاون في هذا الوقت للمنطقة العربية بأكملها. نعم، هناك قمة مزمع عقدها اليوم أو غدا بين الرئيس المصري والرئيس الجزائري وأمير دولة الكويت لبحث هذه الملفات، والتي تعتمد اعتماد كلي على القرارات المهمة التي تحتاجها المنطقة العربية في هذه المرحلة. هذه المرحلة تحتاج إلى التكاتف من جميع البلدان العربية، وأعتقد هذه القمة ستخرج بتوصيات مهمة تصب في النهاية في مصلحة المنطقة العربية. لو تحدثنا عن يعني العلاقات التي تجمع بين مصر والكويت، أو دعني ربما أعمم وأقول مصر ودول الخليج العربي أستاذ محمد، يعني دائما ما يتحدث السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن أمن مصر من أمن الخليج والخليج العربي خط أحمر، وخلال الفترة الماضية السنوات الماضية كان هناك يعني علاقات وصلت إلى حد أنها تكون علاقات أخوية بين مصر وبين قادة الخليج. بكل تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما ما يؤكد أن المنطقة العربية وخاصة الخليج العربي هو خط أحمر، هو أمن قومي لمصر ومصر أمن قومي للمنطقة العربية والخليج العربي. فيما يتعلق بالعلاقات بين مصر والكويت، هناك علاقات استراتيجية، هناك علاقات سياسية واجتماعية ورياضية، ولكن العلاقات التي تشهد دائما تطورا ملحوظا للعلاقات الاقتصادية. كلنا نعلم أن حجم العلاقات التبادل التجاري بين مصر والكويت
خاصة خلال عام 2020، وهي أحدث أرقام متوفرة حاليا تتجاوز 5 مليارات، ولكن حجم الاستثمارات الكويتية سواء إذا كانت حكومية أو قطاع خاص في مصر تجاوزت 15 مليار دولار، وهناك رغبة أكيدة من الجانبين المصري والكويتي لزيادة هذا الرقم. هناك كانت زيارة سابقة لرئيس المجلس المصري الكويتي السيد جاسم الصقر، وهناك ايضا كانت زياره لرئيس مجلس الامه مرزوق الغانم لزياره مصر لتوطيد العلاقات سواء على المستوى البرلماني او على المستوى الاقتصادي. كل رجال الاعمال يعملون ويرغبون في الاستثمار في مصر، خاصه ان مصر لديها مشروعات ضخمه، مشروعات تنمويه مهمه، وخاصه مشروع العاصمه الاداريه الجديده الذي تعول عليه كثيرا مصر من اجل العبور الى مستقبل افضل للمصريين. يعني لحساسية وقت هذه الزيارة وكونك تتواجد في الكويت أستاذ محمد، كيف تتناول وسائل الإعلام الكويتية إذن هذه الزيارة؟ بكل تأكيد الاهتمام منصب على جميع وسائل الإعلام سواء إذا كانت مقروءة أو مسموعة أو مشاهدة أو متلفزة بهذه الزيارة، والجميع ينتظر التوصيات التي تخرج بها من هذا التشاور والتنسيق المتبادل بين مصر والكويت في جميع المراحل أو في جميع الأوقات، خاصة هذه الفترة. الصحف الكويتية أفردت لهذه الزيارة بعض المعلومات عن حجم الاستثمارات الكويتية في مصر والعكس، وكذلك الوقفات التي قامت بها مصر مع الكويت في أزماتها، وكذلك الوقفات التي وقفت الكويت مع مصر في بعض الأمور التي تتطلب وقوف الكويت مع مصر. هذه الزيارة تهتم بها وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمتلفزه في نعم. كل الاوقات حتى تنتهي هذه الزياره. علاقات ثنائيه وثيقه تجمع بين البلدين، ان كانت علاقات اقتصاديه كما تفضلت بالذكر او تنمويه او حتى امنيه. سيد محمد، دعني ربما اتحدث معك على الجانب الامني الذي يجمع البلدين، او اواصر التعاون الامنيه اذا صح القول، التي تجمع بين مصر والكويت. نعم، العلاقات الأمنية علاقات متبادلة، علاقات لم تنقطع مع بين مصر والكويت، هناك تبادل الخبرات، هناك بعض الوفود تذهب إلى الكويت أو أخرى تذهب إلى مصر، هناك تنسيق مشترك في جميع الملفات خاصة الملفات الأمنية وكذلك الملفات الاستخباراتية، هناك تنسيق وتعاون تام لتبادل الخبرات ومحاولة عقد الدورات التدريبية للاستفادة من الخبرات المتراكمة سواء إذا كان من الجانب المصري أو الجانب الكويتي. هناك بعض الملفات الأخرى التي تحاول دولة الكويت وكذلك جمهورية مصر العربية لملمتها فيما يتعلق بالمشروع الأمني بين الدول الخليجية ومصر وكذلك بين مصر ودولة الكويت. ربما البعض كان يتحدث من الصحفيين والمحللين السياسيين إلى أن ربما أكثر ما تجمع الروابط بين مصر والكويت الروابط الثقافية أستاذ محمد، لو نتحدث معك عن هذا الشق. بكل تأكيد الروابط الثقافية بين مصر ودول العالم العربي متعددة وخاصة دولة الكويت، هناك تبادل ثقافي مشترك، هناك بعض الأمور وبعض الدورات التي يتم عقدها والاستفادة من الخبرات، هناك وفود تتبادل الزيارات بينها وبين بعضها من أجل توطيد هذه العلاقات سواء إذا كانت علاقات ثقافية، سواء إذا كان ندوات، سواء إذا كانت خبرات في المجال الثقافي. هذه الزيارات وهذا التبادل الثقافي أثر الحياة الثقافية هنا في دولة الكويت. جمهورية مصر العربية، رواد جمهورية مصر العربية في الفن والثقافة لهم تأثيرا مباشرا على الحياة هنا في الكويت، هناك المسرح، هناك السينما، هناك بعض الأمور فيما يتعلق بالكتب وبالآداب وبعلوم الثقافة بصفة عامة، هناك تعاون مثمر بين مصر والكويت في هذا المجال الثقافي. نعم، طيب ربما أيضا دعنا نذهب للحديث الخاص بالقمة التي من المفترض أن تجمع أيضا مصر والجزائر في الكويت اليوم أو غدا على أقل تقدير أستاذ محمد. أيضا كيف ترى هذه القمة، وجهات النظر التي سيتم تبادلها، ما المواضيع المشتركة التي سيتم طرحها من وجهة نظرك؟ لا، بكل تأكيد الملف الفلسطيني أو ملف القضية الفلسطينية هو من أهم الملفات، خاصة أن هناك بعض التحديات التي تواجهها السلطة الفلسطينية من جانب الاحتلال الإسرائيلي، فضلا عن بعض الأمور الأخرى مثل الملف السوري، مثل أيضا الملف التعاون المشترك بين البلدان العربية سواء كان المغرب العربي أو منطقة الخليج العربي وكذلك مصر. هناك أيضا بعض الأمور الاقتصادية، هناك مطالبات من بعض رجال الأعمال سواء إذا كان في مصر أو في جمهورية الجزائر
بتذليل بعض العقبات التي تعترض عملهم في هذه البلدان، خاصة وأن هناك استثمار كويتي في جمهورية الجزائر وكذلك في مصر يحتاج دائما إلى الحوافز أو المحفزات التي تنمو معه حتى يضخ استثمارات أكثر بين مصر والجزائر والكويت وكذلك منطقة الخليج العربي. هناك أيضا بعض الملفات فيما يتعلق بالتعاون الأمني بين البلدان الثلاث، وكذلك أيضا هناك بعض الأمور الأخرى التي تتعلق ببعض الأمور المفترض يكون لها إجماع عربي فيما يتعلق بالأزمات العالمية والتي تؤثر بصورة أو بأخرى على المنطقة العربية، وكذلك بعض التعاون المشترك بين هذه البلدان الثلاث. أخيرا أستاذ محمد، يعني دعني أتحدث معك عن جدول أعمال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الكويت، هل اتضحت الرؤية عن ما هو قادم في هذه الزيارة؟ حتى هذه اللحظة الجدول المزمع تنفيذه أو جدول المزمع إبرامه خلال هذه الزيارة لم يتضح أو لم يخرج رسميا، ولكن هناك طبعا بعض الزيارات، سواء زيارات بالمسؤولين الكويتيين، طبعا زيارة مقابلة سمو أمير البلاد وكذلك بعض المسؤولين الكويتيين، فضلا عن بعض الأمور الاقتصادية التي تتعلق بتسهيل التجارة بين الكويت وكذلك جمهورية مصر العربية، إضافة أيضا إلى بعض الاجتماعات التي قد تكون اجتماعات تصب في النهاية في صالح مصر والكويت. نعم، أنا بشكرك شكرا جزيلا، كنت ضيفي عبر سكايب من الكويت الأستاذ محمد كمال الكاتب الصحفي، شكرا جزيلا لك.